سنرحل إلى الدنمارك وقضية ترحيل اللاجئين السوريين بذريعة أن دمشق أصبحت منطقة آمنة وقصة جديدة نتعرف على تفاصيلها مع الأستاذ سامر السن ينضم إلينا عبر السكايب. أهلا وسهلا بك أستاذ سامر. يعني أخبرنا بداية حول قصة لجوئك إلى الدنمارك منذ البداية. البداية بعد ما طلعنا من سوريا بعد ما اضطرينا نجي على الدنمارك لهون بنهاية 2014، فجينا على الدنمارك قدمنا، رحبت فينا الحكومة الدنماركية وعطونا لجوء إنساني 5 سنين، بعد منا 2 سنين. قبل ما ينتهوا 2 سنين بعثونا مقابلتين انه انت دمشق ريفة آمنة، فبعثت لهم تبارير انه يعني دمشق ليس آمنة وانا مطلوب مرتين اعتقلت وهربت من سوريا. فهذا صار معنا بداية. نعم، وخبرنا ما الذي حدث فيما بعد؟ يعني انت قدمت لهم انه دمشق ليست منطقة آمنة، هل اخذوا هذا الامر بعين الاعتبار؟ حسب التقارير تجيهم من منين ما بعرف شو الوضع، تجي التقارير انه دمشق امنه وريفه وما في انه قالوا انت ما عندك شيء اثباتات انه بيأثر عليك الوضع. فقلت لهم انا ان اعتقلت مرتين بسوريا، فاضطريت الفرار انه اطلع من سوريا وبينت لهم هالشيء هذا، بس هن يعني ممكن الحق معهم انه يعني هالشيء ما يصدقوا لانه ما مر بتاريخهم نهائيا نظام قاتل مجرم يقتل شعبه ويشرد البشريه، فهن ما عندهم الشيء هذا ما بيستوعبوه، بس نحن شهدناه وشفناه هالشيء جربناه. نعم، فهن الشيء عندهم ما موجود ولا بيعترف ولا بيتوقعوا الانسان بالبشريه انه نظام يقتل شعبه. طيب خبرنا الان ما هو وضعك الحالي فعليا؟ هل رفضوا تجديد الاقامه؟ هل قاموا بوضعك في اماكن الترحيل ام ماذا؟ بعد ما عملت مقابلتين انه دمشق امنه وعملت اثباتات انه انا في علي اشكالات، يعتبر لانه انا من ريف دمشق سقف الغوطه الشرقيه، الغوطه الشرقيه بريف دمشق اللي النظام تقريبا هدم 50% منها، وعملت اثباتات انه انا طلعت كنت معتقل مرتين وبينت لهم، فبالمحكمه قالوا لي يعني تم الرفض. بعد منها وكلت محامي شاطر كثير وحاول يقنعهم بقضيتي انه الوضع تبعي سيء جدا بسوريا، بس مثل ما قلت لك هن ما عندهم استوعاب ولا في عند يعني انه في نظام بالعالم يقتل شعبه ويدمره، فهن بالحاله هي قالوا لي لا انت يعني على بعثوا لي قرن ثاني بعد ما تم الرفض بالمحكمه، ففي قسم الترحيل قالوا لي معك مهله شهر عشان يا بتقبض مصاري بتروح على سوريا يا بتتم بكم الترحيل. قلت لهم المصاري ما بتساوي شيء قدام حياه الانسان وحريته. فتم الاستئناف مره ثانيه، هلا عم استنى في محكمه ثانيه نشوف بده يصير معنا. نعم، طيب هل لجأت لمنظمات حقوقية مثلا من منظمات حقوق الإنسان في الدنمارك حتى ينظروا في وضعك بشكل أو بآخر؟ أنا لجأت في المحامي الدنماركي هو اللي بيعرف أمور اللاجئين والأوضاع، هيدا اللي لجأت له بس. نعم، وهذا المحامي يعني أخذ الموضوع بعين الاعتبار على عاتقه أم أنه الموضوع أصلا من قبل الحكومة الدنماركية مغلق يعني ما في مجال لنقاشه؟ هو حاول بالمحكمة، هو مختص بالاختصاص هذا ومحامي شاطر يعني، وحاول يقنعهم فقالوا لهم يعني ما في إثبات يعني قاطع أنه عليه إشكال ودمشق ريفة آمن، فمثل ما قلت لك بالاساس يعني عندهم هن نعم عدم استيعاب ما يعني ما عندهم الشيء هذا انه نظام مجرم يقتل شعبه، يعني ما مدركين الوضع هذا، بس نحن حسينا في هذا الوضع وشفناه وجربناه. فنظام قتل تقريبا 500,000 بني ادم من شعبه وشرد الملايين واعتقل مئات الالوف، فهن هذا الشيء عندهم ما موجود ولا بيدخل بالعقل تبعهم، بس ف
فهالشيء هن هيك عم يحسوا انه ما مزبوط الشيء، بس نحن اللي حسينا فيه ونحن اللي شفناه ونحن اللي جربناه. نعم، طيب أخبرنا بالنسبة لك ما هو السيناريو المتوقع لو أنك بالفعل عدت إلى سوريا، ماذا يمكن أن يحدث لك؟ هذا من المستحيل، يعني هذا يعتبر إنسان دمار له لعائلته، يعني يرجع إنسان طلع من فر من البلد اعتقل مرتين، ولأني أنا من ريف دمشق والغوطة الشرقية، يعني نعتبر نحن جرم لحالنا، كنت معتقل وهربت وترجع، يعني هذا يعني مو معقول يرحبوا فيه، فاعتقال وبعد اعتقال عذاب. طيب الآن ماذا ستفعل سامر؟ يعني ما هي الخيارات المتاحة أمامك؟ هلا أنا عم بنتظر المحكمة الجاي، ما بعرف أنت تاريخها، والمحامي كمان عم يشتغل بورائي، عم يحاول يحط يقدم إثباتات إن شاء إنه تكون قضيتي واضحة، وأرجو من الحكومة الدنماركية إنه تستوعب الموضوع تبعنا إلي ولغيري من بعض العائلات السوريين اللي صار معهم نفس الحدث هذا. نعم نرجو ذلك. بدي أقول لك كمان، تفضل نعم. كمل. بدي أقول لك إنه هن ما عندهم الظلم هذا ولا عندهم الإجرام هذا، ف يعني عم يلاقوها إنه مو مضبوطة أو يعني صعبة، فهذا الشيء يعني يخليهم شيء ما يصدقوه، بس نحن لانه جربنا وهن يعني ما عندهم الشيء هذا، يعني تصوري قاضي او محامي عم يحاكيكي او قاضي او محقق بحكي معك بكل ادب، بجيب لك بجيب معك فنجان قهوه تشربيه، قال لي طب انت هي المشكله تبعك مثلا محقق تقول له او محامي، قلت له ما في الشغلات الموجوده عندكم انتم. نعم. وهذا قلت له هن هيك مفكرين انه شغله من الخيال اللي بنحكي نحن. يعني حقيقة نرجو لكم السلامة أنت وجميع السوريين المقيمين في الدنمارك، وأن تحل هذه القضية بأسرع ما يمكن. شكرا جزيلا سامر السن.